السلام عليكم طلبتي طلبات المرحلة الثالثة، سألتقي اليوم وإياكم لإكمال مادة المرحلة الثالثة. وصلنا يونت 5. هاي اليونتات مهمة، حلولها أيضا مهمة، عندك future form، أما نستخدم بالمستقبل، أما نستخدم الول، أو إيش نستخدم؟ نستخدم ال going to. Why are you wearing your old clothes? لماذا تلبس ملابسك القديمة؟ Because I am going to wash the car. لأن أنا أريد أغسل السيارة. I have got headache. لدي صداع في الرأس. Have you got any aspirin? Yes, they are in the bathroom. I'll get some for you. راح أروح إلى الحمام وأجلب لك. فإذا هنا نستخدم الصيغة، عندنا صيغتين، أما نستخدم يعني الصيغتين صح، أما نستخدم الول وراها infinitive فعل مصدر مجرد، أو نستخدم ال going to. هذه أرسل لكم التمارين اللي تخصها. ننتقل إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني صور وسؤال محدد. Where are they going؟ هسه مثل هذا. Where is he going? He is going swimming. Where are they going? تأخذون السؤال منه. هسا مش دي يسوونه، راح يروحون. They are going shopping. يروحون ليتسوقون. Where are they going? وين دول دي يروحون؟ They are going skateboarding. يلعبون لعبة التزلج. ننتقل إلى التمرين البعد. I'm sure they will. Complete the sentences. Use will or won't. يعني أما will بالمثبت أو won't. Nadia's been studying very hard. كلش تدرس. For her exams. لامتحانها. I am sure she will pass the exam easily. أنا معتقد أنه هي راح تتجاوز الامتحان بكل سهولة. If you don't feel well. إذا أنت ما تشعر بالتحسن. Go to bed and rest. I'm sure you will feel better. يعني انتو اش تختارون؟ تختارون اما will او won't. انتقل الى التمرين البعد. Making offers. يعني تقدم عروض. Make offers with I will for these situations. يعني قدم عروض. It is hot in this room. حارة. اش تعرض له؟ I will open the window. كلش حارة هاي الغرفة، سوف افتح لك الشباك. I am so thirsty. يعني كلش عطشان. I'll get you some water. إذا هذا مهم، نقدم له offer. الموضوع شي تخص يخص ال offers. أوكي؟ العرض. Future forms. هنا complete the conversations with the present continuous. يعني الفعل يكون B-I-N-G from the verbs in the box. يعني ما يصير invite. Inviting, driving, having. أوكي؟ فهنا نجي are inviting. هنا أنا are driving حسب الجملة. وهي أيضا نكمل لكم إياها وأرسل لكم الحل. A grammar revision. عندكم somebody, nobody, anybody, everybody. Look at the sentences from the text about Karin, Sandra's job on a student book. My idea holiday has a little bit of everything. I need to do something. زين نجي هنا شو نسوي؟ In general, we use some in positive sentences and any. الـ some وين؟ بالجمل المثبتة. الـ any وين يكون؟ بالجمل المنفية. يعني الجملة المثبتة يعني تكون ما بها لا علامة استفهام ولا بها نفي، ايش نستخدم لها؟ some. الجملة المنفية ايش نستخدم لها؟ any. زين، would you like something to eat؟ شوفوا بالسؤال وبالإثبات ايش ناخذ؟ some. Can I have something to drink؟ بعو سؤال نستخدم some. Somebody أو something أو somewhere حسب ما. بس anyone تستخدم. If you need anything, just ask. إذا تحتاج أي شيء فقط اسأل. Any another meaning. Come and see me anytime you want. I don't mind. لا ليس لدي مانع. بما أن عندنا بالجملة نفي، فهنا نحط لكم فراغ. شو تحطون؟ فشي بي any. لازم في حالة الاستفهام وفي حالة الجملة المثبتة نستخدم سم وشنو يجي وراها. في حالة النفي عندنا جملة بها نفي نستخدم أني وما يأتي بعد.